موجة استياء عارمة في البلاد إثر الكشف عن وثيقة أفادت بعزم السلطات السعودية الاستغناء عن العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة خلال 4 أشهر. منظمة الهجرة الدولية أعلنت عودة أكثر من 3000 يمني إلى بلادهم من المغتربين المقيمين في السعودية خلال الشهرين الماضيين. نشطاء عبروا عن بالغ قلقهم إزاء هذا القرار التعسفي، إذ يواجه ما يزيد على 800,000 مواطن يمني بمحافظات جازان وعسير والباحة ونجران الجنوبية خطر الترحيل في أي لحظة، مما قد يسفر عن تداعيات خطيرة على العمالة اليمنية وأسرهم في البلاد، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي خلفتها الحرب منذ 6 سنوات في اليمن، والتي يرى مراقبون أن الرياض نفسها تأتي في صدارة مشعليها. فما دوافع الرياض إلى اتخاذ مثل هذا القرار؟ وما المصير الذي ينتظر العمالة اليمنية؟ وهل حقا طلبت السعودية من الحكومة الشرعية عدم التحدث عن القرار وتداعياته؟ أهلا بكم. لم يحدث في نماذج الحلفاء عبر الزمن أن فعل حليف بحليفه مثل ما تفعله السعودية بحق حلفائها اليمنيين، فالرئيس مرتهن بغير دولته، والحكومة التي استنجدت بالسعودية من انقلاب واحد صارت تعاني من انقلابين، أولها انقلاب الحوثي وثانيها انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. أطباء اليمن في المهجر قالوا إن الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الصحية في السعودية أنهت مؤخراً عقود مئات الأكاديميين والأطباء وغيرهم من المهنيين اليمنيين دون إشعار مسبق ولأسباب لا تزال مجهولة. تعارض هذه القرارات القانون الدولي وتفتح باباً للمقاضاة أمام المحاكم الدولية باعتبار اليمن واقعة تحت البند 7 ووصاية دولية تمارسها السعودية والإمارات. القرار خلف استياءً شعبياً كبيراً في شارع اليمني، فيما أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية. وبحسب بيان للجاليات اليمنية، فإن مرحلة القرار الأولي تهدف لطرد قرابة 800,000 من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية. جامعة نجران أنهت عقود 100 يمني، فضلاً عن تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب بحسب وكالة رويترز. رئيس منظمة سام للحقوق والحريات انتقد إجراءات السلطات السعودية المسربة واعتبرها تكشف عن السلوك الاستعلائي والتمييزي الذي تمارسه المملكة ضد العمالة اليمنية. ووفقاً لبعض التقديرات فإن كل مغترب يمني بالخارج يعول نحو 5 أسر في الداخل اليمني، الأمر الذي دفع محللين اقتصاديين إلى التحذير من كارثة اقتصادية. الشرعية في المشهد كاملاً بدت ذليلة وخاضعة ولم تحرك ساكناً تجاه القرار رغم خطورة تداعياته، فيما يرى محللون أن السعودية بهذه الإجراءات تقدم خدمة مجانية لمشروع إيران في اليمن وتحقق الهدف الذي يناضل من أجله الحوثيون. السعودية ترحل اليمنيين لكنها لا تجد حرجاً من تقديم المئات منهم في محرقة الحد الجنوبي دفاعاً عن حدودها المكشوفة أمام ميليشيا الحوثي. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام وأرحب بكم من جديد، كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ فهد سلطان الصحفي والكاتب، كما سينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. أستاذ فهد مساء الخير. مساء النور والعافية عليكم على المشاهدين الكرام. إذا عمليا بدأت السعودية بتطبيق إجراءات ترحيل الكوادر والعمالة اليمنية منها وتحديدا في جنوب المملكة، ما هي آخر المعلومات لديك؟ آخر المعلومات حول هذا الموضوع أنها بدأت بهذه الإجراءات في مناطق أخرى غير المناطق الجنوبية. هي بدأت في المناطق الجنوبية بشكل كبير، قطعت شوط خلال 3 الأسابيع أو 4 الأسابيع الماضية. مشت العملية ربما كما رتب لها بصمت كبير، إلا بدأت بعض الأصوات اليمنية تتحرك منذ اليوم أو منذ الأمس فقط. راهنت السعودية كثير على الآن إلى أين وصلت هذه الإجراءات؟ هل طالت اليمنيين كلهم في جميع أغلب اليمنيين في المناطق الجنوبية بلا استثناء؟ نعم. بل حتى السعوديين السعودي المتزوج بيمنية اليمنية ضمن هؤلاء المرحلين، وصلهم بلاغ بأن هؤلاء الأشخاص ضمن المرحلين، سعودي متزوج يمنية هذه المرأة اليمنية ضمن المرحلين. فقط الكوادر في الجامعات لا، الجميع هم بدأوا بالكوادر، هذه تصفية شاملة لكل اليمنيين، كل يمني
داخل المناطق الجنوبية بدأوا به بلا استثناء، بلا استثناء. أنا أقول هذا الكلام على الهواء بلا استثناء، وهؤلاء الناس يعرفوا. طبعا في البدايات كان هنالك من يكذب ومن، لكن مع بدأ يستوعب الجميع. يعني أنا تصلني عشرات، يعني تصلني باليوم عشرات الرسائل، عشرات من أشخاص يحكون قصصهم وتفاصيل. يعني آخر رسالة وصلتني بالعصر اليوم يقول لي أنا إلى الآن يعني 120 ألف ريال سعودي، يعني قد خسرت الآن 120 ألف سعودي لأنه فتحت محل، والمحل ليس له قريب 3 أشهر وتم إبلاغي الآن، وما عنديش ما الوقت هذا كافي، ما بقدرش أجمع ولا 10% من هذا المبلغ الذي طرحته فيه. يعني لي أكثر من 5 سنوات أجمع هذا المبلغ. هذه قصص من بين عشرات القصص. الأطباء خاصة أنه قرار فجائي وتم اتخاذه. أنا ذكرت في حلقات سابقة، أن الجالية اليمنية من أكثر الناس الملتزمين. أغلب الناس الذين كانوا يرحلون في فترات سابقة أنهم كانوا يعني يتم الضغط عليه من أجل أن يقع في مخالفة. أنا شخص، أنا لا أتحدث وأنا بعيد، أنا شخص عشت في السعودية 4 سنوات بالتمام والكمال، يعني غادرت منها في شهر يوليوس 2019. يعني أنا شخص كنت تحت كفيل لمدة 2 عامين، يعني أعرف التفاصيل وأعرف هذه التفاصيل كاملة. يعني أنا مثلا إذا تكلمت عن نفسي، الكفيل الذي كنت على كفالته أخذ مني يعني في العامين خارج الأطر القانونية التي تسمى قانونية أكثر من 40 ألف ريال سعودي. يعني أغلب أنا، وأنت لحالك بدون عائلة؟ أنا لحالي فقط بدون عائلة. يعني كان ينهبني الليل والنهار. آخر يعني قبل السفرية وأنا في السفر إلى هنا إلى إسطنبول، آخر سفرية أخذ مني أكثر من 18 ألف ريال سعودي. هذا وأنت صحفي؟ والله ومستعد أثبت هذا الكلام، أقسم بالله أن ورقة ب 55 ريال سعودي أخذ مني 4 ألف ريال سعودي قيمتها، الكفيل الذي كان علي كفالة. ومن هذا الكلام يعني يمنيين كثر. ماذا عن التجار؟ والله أقسم بالله أن ورقة قيمتها 55، خروج وعودة يعرف للجميع أن قيمتها 55 ريال وأخذ علي يعني كم 4000 ريال سعودي. ومن هذا كثير. كنت أتفق أنه يعني أتفقنا أنه على 7000 وطلعت 14000، وكان يتفق على مبلغ ولا تستطيع أن تفتح فمك ولا تستطيع تفعل شيء. يعني من هذا الكلام كثير. عفواً يعني بس أنا لا أريد يعني نعم أنا يعني حتى لا يعني أختصر بجملة. يعني في أناس خسروا تجارتهم، في ناس خسروا يعني خسروا نعم أموال. نعم أنا كنت أريد أن أسأل، يعني الموقف هذا الذي تتحدث عنه لا يسري فقط عليك، هل يسري على الجميع؟ على الجميع. كفلاءهم يتعاملون. سأضرب لك مثل آخر. أردت أن أنقلك، أنا أتكلم عن نفسي حتى يعرف الجميع حجم المأساة. أنك عشت هذه. سأتكلم سريعا. يعني في أحد المرات طلبت أن أنقل كفالة من هذا الكفيل إلى عند كفيل آخر. كان الوسط بيننا الأستاذ علي المحيمد المذيع في قناة المهرية، قال لي أنا بدي لك الكفيل حقي، أدي له الكفيل حقه ودفعت له 4000 ريال سعودي. هذه 4000 والله ما فتح كلمة، أخذها استلمها وأغلق الملف والنقاش بعدنا وعمل له حظر. وبعدين عندما تقدمنا قالوا قدموا المحكمة الجزئية، والمحكمة الجزئية ستستقبل منك أول جلسة بعد 8 أشهر، وبعد جلسة 4 أشهر، وبعد 5 أشهر. يعني ستبقى منك تتابع بعد 4000 سعودي تحتاج لك 3-4 سنوات. وغالبية من هذا القصص، يعني السعودية هكذا، يعني يعرف الناس كلهم في السعودية بين الكفيل وبين اليمنيين، خاصة في مسائل الأموال لا تدخل. نعم. أنا أريد أن أصل. اسمح لي فقط بسؤال، بين الكفيل وبين اليمنيين فقط أم بين كل الجاليات يتعاملوا معهم بهذا الشكل؟ في أغلب طبعا الغالبية يتعاملوا بهذا، لكن مع اليمنيين في ضوء أخضر. يعني ولذلك عشرات المظالم. لماذا اليمنيين بالذات؟ يعني يفترض أن يكون التعامل، يعني ينظر لهم بطريقه يعني يعرفها الناس كثير، ينظر لهم بكثير بقليل من الحقد، ينظر لهم بكثير من يعني من يعني في جرائم، في انتهاكات، في شيء غير مروع. مع انه اليمنيين اكثر الناس التزاما وانضباطا، اكثر الناس انضباطا، اكثر الناس يعني المملكه هذه قامت على ظهورهم، المملكه هذه قامت على ظهور هؤلاء اليمنيين، اكثر الناس اخلاصا. يعني طبيب الان يقول انا لي اكثر من 12 سنه درست الثانويه في السعوديه ودرست الجامعه في السعوديه وتخرجت بدرجه امتياز وادرس الان، يعني واشتغلت في الجامعه وادرس واشتغلت في الجامعه واعمل في المدرسه وانا من ضمن المرحلين، انا واولادي وامي وابي وجميع الاسره كلها، يعني اكثر من 18 سنه. ما مصير مثل هذا الدكتور وغيره من الدكاتره؟ مصيرهم سيعود اليمن الان، يقول لك انا الان كل هذه المده يعني ساعود اليمن الى ايش؟ ما هو الوضع الذي في اليمن سيستقبلني؟ يعني قال أنا إذا أردت أن أسافر، يعني بعضهم يقول لك هؤلاء سيسافرون إلى أي دولة؟ أي دولة ستقبلك وكل هذا الفريق معك وكل هذه المجموعة معك؟ ما هي هذه يعني الدولة؟ يعني في ظل كل هذه الإجراءات التعسفية والتي يراها الجميع بأنها تعسفية، وطبعا سبقتها حزمة من القرارات التي طالت اليمنيين في السنوات الماضية،
ما موقف الشرعية مجلس النواب؟ الحكومة الشرعية موقفها ضعيف بشكل كبير. السعودية مارست كثير من الضغوطات على كل يمني يفتح فمه في مسألة يعني خلال على الأقل من عام 2015 العام الذي توكدت فيه في السعودية منذ عاصفة الحزم. يعني السعودية ضغطت على الحكومة الشرعية وخاصة في مسألة السفارة أن يتم إبعاد كل الشخصيات الذين كانوا يعني يشتغلون مع اليمنيين. يريدون أشخاص يشتغلون، أنا لا أقلل من بقية الموظفين داخل السفارة، لكن الغالبية أو الغالبية كلهم يعني الوطني يسكت ويلتزم الصمت. كل من يحاول أن يشتغل مع إخوانه يتم إبعاده، أو يتم مثلا رفع قضايا أو الحقوق أو التواصل أو مع الجهات الرسمية أو يجلس يشغلهم على قضية حقوق ومطالب وتفاصيل، هؤلاء تم إبعادهم بالكامل. يعني أغلب الناس الآن صامتين، يعني ما تستطيع. أنا تواصلت اليوم وأمس تواصلت مع 5 أو 6 داخل السفارة، جميع رسائلهم يعني مثل ما يقول لك ليس بيدنا شيء ولا نستطيع أن نفعل شيء، هؤلاء الذين داخل السفارة. نعم، إذن نتحدث عن السفارة. أستاذ فهد انضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مطهر عنان، مستشار سابق بالقنصلية اليمنية في جدة. مساء الخير أستاذ مطهر. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ مطهر. لو تحدثنا عن معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية، خاصة وأنت كنت قريبا منهم بصفتك مستشار في القنصلية اليمنية هناك. أختي العزيزة وجميع المشاهدين والمستمعين، ما يحدث هذه الأيام طبعا من معاناة متراكمة، وقد سبق ومعاناة المغتربين من رسوم الوافات ورسوم الأقايم. الآن في معاناة وكارثة كبيرة، وهي الاستغناء على الأكاديميين والأطباء والصيادلة. أنا أوضحت سابقا في عدة لقاءات بعض القنوات أنه الكارثة ليست على هذه الشريحة فقط، على كل المقيمين في المناطق الجنوبية. تخيلوا حجم الكارثة الكبيرة. الآن ما يواجهون الآن المقيمين في المناطق الجنوبية أنه الآن تم إشعارهم يتبقى لهم 2 شهر فقط فترة السماح، على أساس أنه يمنعوا الآن أبنائهم من الدراسة. عقود تمديد الإيجار ليست يعني على اتفاق مع لا يمكن تمديد عقود الإيجار في المنازل. المدارس لا يستطيعون أن يدرسوا أبنائهم. هناك كارثة كبيرة، وهذه الكارثة ليست كما أوضحنا على المئات أو العشرات أو الألفين من الأكاديميين والأطباء والصيادلة، بل ستعم. أنا أوضح هذه النقطة مهمة جدا، وهذه كارثة ستتأثر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أبنائنا في المناطق الجنوبية في عسير ونجران وجيزان وكذلك الباحة. هناك أعداد هائلة ومهولة من المقيمين، منهم من مواليد الأب والابن مواليد هذه المناطق. نعم، يعني وهذا معروف. طيب ماذا عن القرار الجديد وترحيل هذه العمالة من المحافظات الجنوبية، ولماذا المحافظات الجنوبية بالذات؟ هناك سياسات اتخذها المملكة، يعني سياسات بالنسبة للتوطين في السعودة، كذلك على ما يطلق انه هناك سياسة التوازن بين الجنسيات. ولكن المشكلة انه استهداف فقط الشريحة اليمنية من سائر المقيمين من الجنسيات الاخرى، هذه نحولها يعني كوشن مارك. لماذا استهداف اليمني في ظل هذه المرحله؟ الان على عاتق الرئاسه وعلى عاتق الحكومه وقيادات الدوله هناك في الرياض مسؤوليه كبيره، ونحن نحملهم المسؤوليه التاريخيه ونقولها بكل صراحه. لا نريد اخفاق مثل الاخفاق السابق بالنسبه للترحيل، لكن لا احد يتحدث حتى الان استاذ مطهر. يعني في المره السابقه لم يتحدث احد، لا الحكومه ولا البرلمان ولا احد يتحدث عما يحدث لليمنيين في السعوديه. للاسف على الرغم ان قادات الدوله من قيادين امنيين وعسكريين وقادات احزاب واعضاء مجلس النواب وشورى كلهم متواجدين هناك، وكان لهم، وانا اوجه هذه الرساله على القيادة السياسية والقادات الأحزاب والنخب وأعضاء مجلس النواب ومجلس النواب، أن تفعلوا دوركم طالما أنتم متواجدون هناك على مقربة من قرار الأشقاء في المملكة. فهذه رسالة هامة جدا جدا، ونتمنى أن لا يتم الإخفاق كما تم الإخفاق من سابق. فنقول الكارثة كبيرة، وكما وضحنا سابقا أن المغترب هو الرافد الوحيد الآن للاقتصاد اليمني في ظل التدهور العملي، في ظل التدهور الاقتصادي والامني، في ظل الصراع الدائر والحصار. نعم. والجوع رقعة تتسع يوما بعد يوم، يظل المغترب هو الركيزه الوحيده الان لدعم الاقتصاد. فاذا تم محاربه هذه الركيزه او الدخل الواحد الذي يحسن نوعا ما من المعيشه داخل البلد، كارثه
نعم. إذا أستاذ مطهر، لو تساءلنا منذ 2015، منذ أن قامت السعودية بعاصفة الحزم هي والتحالف، وهي تتحدث أنها تقف إلى جانب اليمنيين وتدعم اليمن واليمنيين، ما هي أبرز القرارات التي تمت ضد هؤلاء اليمنيين الذين تدعمهم وهم يعني العمالة التي لديها؟ أختي العزيزة وجميع المستمعين والمشاهدين، نحن في الأخير نحن نقول هي الدولة دولتهم وقرارات قرارتهم، ولكن ما يحدث الآن في ظل هذه الظروف التي تمر فيها البلاد هنا الكارثة. يعني لو كان وضع البلد مستتب، لا حرب لا حصار لا دمار، بالإمكان المغترب يتنقل من مكان إلى مكان، ممكن يعود يستثمر في بلده طالما هناك مؤسسات دولة تتاكل. لكن في ظل هذا الوضع الحالي الآن، غياب الأمن والأمان، غياب الاستقرار، غياب التدهور الاقتصادي، غياب مؤسسات الدولة، تصبح كارثة على عودة المغرب في الداخل. بالنسبة لما حدث المغترب، هو تعودة المهن والأعمال، لأكثر من 60 مهنة استغنوا عن اليمنيين، من أكثر من 60 مهنة وعمل تم الاستغناء عن عشرات الآلاف مئات الآلاف من المغتربين. هذا ما يحدث قبل 5 سنوات، والآن ما يحدث الآن في المناطق الجنوبية كارثة كبيرة جدا. وطالما ستحدث على هؤلاء الأسر وذويهم وأهاليهم، فأنا أريد أن أوضح هذه النقطة أختي العزيزة، أنه أكثر الموجودين في المناطق الجنوبية في المملكة من مواليد هذه المناطق، بل الأب والابن المقيم من مواليد هذه المناطق. فتخيلي إذا تم تسريحهم والاستغناء عنهم، يعني إجراء تعسفي وصار وفي نوع من الإجحاف. فلهذا أنا أوجه الرسالة مرة أخرى أمام الله ثم أمامكم جميعا، أن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية، ولا نريد أن يختفي كما أفتقد في الملفات الأولى ملف المغتربين. سبق وقد تم رفع ملف المغتربين عندما تم الالتقاء بمجلس رئيس مجلس الشورى ومجلس النواب ورفعوا إلى ولي العهد. الآن هذه المرحلة الثانية، نتمنى أن لا يخفقوا وأن لا يخيبوا أملنا، وعلى أنا أوجه هذا الرسالة إلى قيادة الدولة. نأمل ذلك أستاذ مطهر. أستاذ مطهر عنان المستشار، نصف من الدقيقة، متفضل. رئيس الدولة والحكومة عليهم التوجه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وطرح الملف بكل جدية بكل مصداقية. هناك مصالح مئات الآلاف ستتضرر، هناك أسر ستتضرر في داخل البلاد، هناك كارثة ستعم، عليكم أن تتحمل مسؤولية تاريخية أمام أبنائكم وأمام الوطن. يبدو أنهم يخشون قرار الترحيل ألا يطالهم أستاذ مطهر، يعني ما يحدث حقيقة. وإن كان آخر كما قيل كآخر العلاج الكي، فإذا كان تم ترحيل اليمني فكان أشرف لهم أن يترحلوا مع أبنائهم ويعودوا إلى الوطن. شكرا جزيلا لك مطهر عنان المستشار السابق بالقنصلة اليمنية بجدة، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ فهد، يعني تحدث الأستاذ مطهر عن كثير من الإجراءات التي طالت اليمنيين في ظل صمت الحكومة، ويطالب رئيس الحكومة ورئيس النواب أن يتقدم ل يعني خادم الحرمين الشريفين بطلب لحذف هذه أو لتخفيف هذه الإجراءات. هل تتوقع إذا ما حدث ذلك أن يتم إلغاء مثل هذه الإجراءات، أم أنهم يعرفون بأنه لا أحد سيتحدث عن هؤلاء اليمنيين؟ طبعا الأخ عنان هو واحد من المبعدين اللي تم إبعادهم من السفارة، يعني وكان هم قريبنا اليمني. على كل السعودية كانت في هذه المرة تريد أن تمرر القرار بكل هدوء، وحاولت أن تستفيد من الصمت ومن التجارب السابقة. ولذلك إذا لم يكن هنالك تحرك مجتمعي، تحرك حقيقي، تحرك من اليمنيين، نحن نقول في هذه، يعني يواجهنا الكثير يقول أن هذه من حق السعودية وأن هذا قرار سيادي من داخل المملكة، لكن يغفل هؤلاء بخبث بنية أو بسوء نية، بخبث أو بغير خبث، أن السعودية شريك فعلي في الحرب الحاصلة داخل اليمن. نحن بلد مدمر، دخلت السعودية في هذه الحرب من أجل أن تستعيد الشرعية، وشاركت بطريقة مباشرة وبطريقة عملية في الحرب الموجودة داخل البلاد. كانت السعودية تقول أنها ستستمر في هذه الحرب لمدة شهر تستعيد الشرعية فقط وتعود الأمور إلى ما كانت على سابق عهدها، لكن نحن اليوم أمام 6 سنوات من الحرب والدمار، من يعني فشلت السعودية في عاصفة الحزم أن 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 تحدث شيء داخل هذه البلد. البلد كلها يشتعل، لم تنجح السعودية في داخل اليمن ولا في أي ملف واحد. يعني عندما تريد أن ترحل هؤلاء إلى 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 داخل هذه البلد وهو بلد جار، يعني السعودية كانت أمام مسؤولية أخلاقية في جميع الدول. أنا ذكرت في هذا المكان بأنه يعني في كثير من الدول، مصر تحتضن أكثر من 5 مليون سوداني ويحظون ولهم امتيازات يعرفها كل يعني كل الأجانب الموجودين في مصر، أن للسودانيين حقوق.
يعني تركيا ايضا يعني تركيا تحتضن اكثر من 5 مليون يعني سوري هنا. يعني السعوديه امام مسؤوليه اخلاقيه اذا كنا في ضغط الحرب. السعوديه دخلت يعني هذه من الاشياء التي لا يلتفت لها الكثير. السعوديه دخلت في حرب مع اليمن لم يعني ما تحملت لا مسؤوليه المخيمات ولا مسؤوليه النازحين. دخلوا الناس الى السعوديه يشتغلون بكد يعني باموالهم. انا يعني كنت مره في ومع ذلك يتحدثون عن لاجئين ويتحدثون عن أنهم يدفعون أموال. نعم. يعني أنا مرة في إحدى المرات في إحدى المؤتمرات وهي ترحل عن أكاديميين ليسوا حتى يعني عالى عليها يعني ويعمل يعني حتى لضع علينا الوقت. السعودية أمام مسؤولية أخلاقية إذا كنا في زمن الحرب فالدول وجوار الدول أن الدول تستقبل وتقف وتحتضن يعني في مثل هذه فما بالك بهؤلاء الناس كلهم داخل بلدك وأن تشارك في هذه الحرب ويعني ليس عليك أي مسؤولية عليهم يشتغلون بكد عروقهم ويتحركونهم. المسؤولية الثانية مسؤولية قانونية. المسؤولية القانونية في أن دخلت في حرب وقواتك تتواجد الآن على الأرض اليمنية وتتواجد في محافظات وتحاول أن تحتل محافظات أو تسيطر على محافظات. أنت الآن تسيطر على المنافذ وتسيطر على البحار وتسيطر على يعني بلد. أنت الآن السعودية ضمن عاصفة الحزم ضمن هي رئيسة التحالف تعرقل المطارات وتعرقل يعني عودة المؤسسات يعني الإيرادية لهذا البلد. يعني أنت الآن معطل السواحل معطل كل شيء والناس اللي يشتغلوا عندك تريد ترحلهم. طيب ترحلهم لبلدهم وبلدهم محاصر لها من كل اتجاه من أجل إيش؟ من أجل يموتوا؟ من أجل تعمل أزمة للحوثيين كما يقول بعض المحللين؟ يعني أمام مسؤولية أخلاقية وأمام مسؤولية قانونية وأمام مسؤولية إنسانية بالمقام الأول. يعني تتخلى يعني أين العروبة وأين الإسلام وأين الأخوة وأين الجيران وأين الحرب؟ نحن نتحدث اليوم اليمنيين على حدود السعودية سكبوا أكثر من 5000 جندي قتل وهم يدافعون عن السعودية ليس عن اليمن. لا. في السعودية معنا يعني أكثر من 30,000 شهيد يدافعون والجميع يعرف أن السعودية هي التي أدخلت أو ساهمت بطريقة أو بأخرى. وهذا الكلام يقوله سعوديين هم اللي أدخلوا الحوثيين هم تسببوا في هذه الأزمة. كان السعودية تقول اليوم أنها أنفقت على اليمن أكثر من 16 مليار دولار بينما كان رئيس الوزراء السابق محمد سالم بسندوي يطالب السعودية بأربعة مليار. كان يقول لهم أريد 4 مليار فقط تبقى دين على الدولة ونحن سندفعها ورفضوا ولكن الآن دفعوا أكثر ما يقارب 16 مليار. وسؤال آخر أين هذه 16 يعني مليار يعني. هذا سؤال آخر يعني ربما يحتاج إلى حلقة كاملة. اسمح لنا فقط ينضم معنا أيضا الأستاذ فهمي عبد الواحد المسؤول الإعلامي للاتحاد العالمي للجاليات اليمنية عبر سكايب. مساء الخير أستاذ فهمي. مساء الخير أختي العزيزة الكريمة ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أهلا بك. إذا عبر الهاتف أليس كذلك؟ عبر الهاتف. نعم عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ فهمي. أستاذ فهمي أصدرتم في الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بيانا ندتم فيها بأن السعودية ألغت عقود اليمنيين. ما هي أبرز النقاط التي تضمنها البيان؟ في الحقيقة كنا متابعين للموضوع ترحيل اليمنيين منذ البداية. حاولنا التواصل مع كثير من المرحلين لكن للأسف يبدو أن هناك خوف كبير من قبلهم في الإدلاء بأي تصريحات أو في مدنا بأي معلومات أو وثائق حتى الآن. طبعا احنا طلبنا في بيان الاتحاد العالمي السعودية بإعادة النظر في هذا القرار. حقيقة لا نعرف من أين نبدأ، هل من حق الجوار أو صلة القربة أم من رابط الدين أم من مبدأ الإنسانية؟ يعني المملكة رمت بكل ذلك عرض الحائط. أعتقد نحن الآن أمام كارثة كبيرة ستحل باليمن عودة المغتربين بشكل فجائي. يعني احنا نسمع خاصة أنهم مقيمين بشكل قانوني كما أشرتم في بيانكم. بالفعل كثير من إذا كان حتى الآن حتى أسابيع قليلة كثير من اليمنيين يتلقون عقود عمل في السعودية، فعلى أي أساس جاء هذا القرار الفجائي؟ يعني هذا قرار غير مدروس، قرار قد يعود بكارثة كبيرة على المنطقة ليس على اليمن فقط إنما على السعودية. العائدين سيعودون بعشرات الآلاف، أين سيذهبون؟ أين سيعملون؟ نحن نعاني من أزمة اقتصادية خانقة. يعني الغريب أن السعودية لم تفكر في هذا الجانب، يعني هي لا تعرف أنها ترمي بهؤلاء إلى المحرقة. نعم. إذن هل يمكن بسبب هذه الإجراءات فعلا مقاضاة الحكومة السعودية وضمان تعويض كل المتضررين بحسب القانون الدولي؟ بالطبع نحن نتواصل حاليا مع أكثر من محامي في بريطانيا وفي فرنسا لإعداد ملف متكامل حول الموضوع. السعودية أساسا هي تقود حرب ضد اليمن وهي أحد الدول
التي شملها القرار 2216 بالوصاية على اليمن. فمن غير المنطقي يعني أن دولة تقود حرب ضد بلد وتقوم بترحيل يعني العمال إلى هذا البلد، يعني شيء غير منطقي يعني. نعم. حتى في أولويات القانون الدولي. نعم، إذن هل لديكم يعني شكاوى قدمت في هذا الملف الذي تحاولون رفعه لمقاضاة السعودية؟ في الحقيقة إلى الآن وصلنا بعض يعني بعض الأوراق، ولكن أنا أعتقد أنه حتى الآن الكثير من العمالة اليمنية ما زالت ربما تفكر بخط رجعة في حال أنه تم إلغاء القرار أو لكننا في ضوء رصد وجمع ما يمكن جمعه من بيانات موثقة حتى يتم الرفع بها بشكل رسمي عبر فريق قانوني سيتم الترافع بها دوليا بإذن الله. إذن أطلقتم أيضا حملة أعطني حقي، وهي حملة بحسب موقعكم أو موقع الاتحاد تنطلق ضد القرارات السعودية التعسفية الرامية إلى إلغاء الإقامات النظامية وطرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين. يعني كيف بدأتم هذه الحملة وإلى أين يمكن الوصول بها؟ حملة أعطني حقي هي حملة توضيحية لما يعانيها اليمنيين في السعودية، خاصة أنهم يعني مقيمين ولديهم إقامات رسمية ونظامية ويعيشون منذ سنوات طويلة وبشكل طبيعي، ومن تقريبا العمالة اليمنية من أفضل العمالات داخل المملكة العربية السعودية يعني انضباطا وجهنا هذه الحملة احنا حاولنا نوجه هذه الحملة للمتضررين حتى يتم من خلالها تجميع أكبر قدر من الوثائق ليتم تقديمها إلى منظمة الأمن الدولية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي عبد الواحد المسؤول الإعلامي للاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد، يعني هل نستطيع القول أن هذه الإجراءات السعودية ضد المغتربين هي حرب صامتة ضدهم؟ يعني إن لم تكن حرب فما هي؟ عندما تكون البلد الآن مصنفة ضمن منظمة الأمم المتحدة أنها من أفقر دول العالم وأنها تعاني من أعظم أزمة إنسانية في العالم، بل في الكرة الأرضية كلها لا يوجد أكبر أزمة إنسانية مثل الموجودة في اليمن. فعندما الآن تعيد أكثر ما يقارب من 2 مليون شخص إلى داخل البلد ويخسروا كل أموالهم، يعني هؤلاء الآن كل واحد منهم يصرف على ما يقارب 5 يعني إلى أسرتين إلى 3 أسر داخل البلد. هذا الشريان المتبقي من أجل أن يبقى هذا البلد واقف يعني يقاوم الحوثي وواقف ضمن الحصار الذي تفرضه أنت على البلد، فماذا تريد أكثر من هذا الكلام؟ يعني أنت الآن تحاصر منطقة، أنت تحاصر الآن برا وجوا وبحرا من كل الاتجاهات، ثم تحاول أن تعيد كل هؤلاء الناس إلى الداخل، ماذا تريد منهم أنت في كل الأحوال؟ يعني ما هي هذا الجانب الإنساني الذي تريد أن تقوله؟ يعني أنا أسألك الآن وأسأل أي واحد، ماذا تصنف ضمن يعني ماذا تصنف هذا الإجراء؟ أليس هذا حرب؟ طيب يعني هناك من يقول أستاذ فهد، حتى نتحدث مثلا بلسان الطرف الآخر، بأن السعودية تريد أيضا لأبنائها أن يتم توظيفهم وتريد سعودة الوظائف الموجودة، واليمنيون وهذا جزء من اليمن يعني لا تمانع هذا الكلام. اليمن تريد من السعودية أن تكون دولة جارة، أن ترفع يدها أو ترفع الحصار عن اليمن، أن تعترف أنها فشلت في هذه الحرب وأن تترك اليمنيين خيارتهم وأن تخرج من محافظة المهرة وتخرج من جميع المحافظات وتسلم محافظة سقطرة وأن تخرج من هذه البلد وتترك اليمنيين يقرروا مصيرهم مع الحوثي. اليوم الذي يقف ضد إسقاط الحوثي هي السعودية وليس الحوثي نفسه. الحوثي اليوم في أضعف، لو فتحنا الملف السياسي الحوثي في أضعف قواته، الذي قوته هي السعودية. الحوثي عندما كان في 2015 أو 2016 كان في يعني كان لا يملك الأسلحة التي يمتلكها الآن، كانت الشرعية تحاصر صنعاء، بينما الشرعية اليوم يعني وعشر دول. يعني السعودية فشلت في هذه الحرب، لا زالت تحاصر البلد، لا زالت تعطل أن يضخ النفط من داخل بلد اليمن، تعطل أن يضخ الغاز، أن تتحرك السواحل اليمنية، أن تتحرك يعني المطارات. يعني أنت الآن تمارس عليها حرب من فوق وتريد حرب من خارج، يعني ما الذي تريد؟ تخرج السعودية من اليمن وتترك اليمنيين وخيارتهم، وهم يعني يتحولوا بعدين شيعة، يتحولوا سنة، يتحولوا صوفية، يتحولوا ما يريدون. لكن نعم، أنت تمارس هذه الحرب. ألا يمكن الرد على مثل هذه الفرضية أنه مسألة السعودية لها حرية هي في بلدها ولديها قراراتها وقوانينها، بأنها ألغت عقود لم تنتهي؟ يعني أنا حين ينتهي عقدي يبقى له شهر أو شهرين أفكر هل سيجدد لي أم لا وأبلغ قبلها، أما أن يتم إلغاء العقد قبل انتهائه بستة أشهر أو بسنة أحيانا يعني ما زال في بداية. ليست هذه الكارثة فقط، يعني الكارثة الآن أنها تستقدم آخرين يأتون من اليمن في نفس التوقيت.
يعني أنت الآن تستقدم من هنا وتخرج من هنا وتربك هؤلاء الناس، يعني بل هنالك إجراءات جديدة لا يعرفها كثير من الناس حتى الآن. هل تعلم الآن أنه أي واحد يريد أن يعود إلى السعودية الآن في هذه اللحظة يا أستاذ آسيا، الآن شخص في اليمن يريد أن يعود إلى السعودية يحتاج ما يقارب 6500 ريال سعودي من أجل أن يعود، يحتاج أول حجز طيران، يحتاج أول حاجة حجز طيران، ويحتاج أول حاجة أن يعمل حق كوفيد 19، ويحتاج بعد ذلك أسبوعين داخل المملكة في الفنادق يحجز في الفنادق. يعني كل هذه الأموال يدفعها من أجل أن يعود لأين؟ يعني العمل من أجل أن يعود، ورواتبهم كلها محدودة ورواتبهم كلها قليلة. نعم. يعني مئات، أنا جلست في السعودية أستاذة، يعني أغلب اليمنيين يأكل الفتات، يأكل والله يعيش شهر كامل على أكثر من 800 ريال سعودي، ويذوق الزفت ويتحمل من أجل أن يعيل أسرة في الداخل، من أجل أن يعيل. إحنا اليمنيين يعني لو وضع بلدنا أكثر فليعود الناس كلهم، ما فيش أي مشكلة، سنتحمل. يعني معنا يعني اليمنيين يتحركوا اليوم في نفس هذا التوقيت، يمنيين يجمعوا أموال ويزفلتوا طرق، يعني قادرين على أن نفعل كل شيء. فقط السعودية تتحرر من عقدة النقص التي تعاني منها، تترك اليمنيين يقرروا مصيرهم، تخرج من محافظة المهرة التي تحتلها الآن، تخرج هي والإمارة من بلدنا، ونحن سنقرر مصيرنا من أنفسنا. أما الآن تحاصل وتفعل وتريد أن تعمل لنا هذه المحرقة داخل البلد، أعتقد هذه جريمة لا يقبل بها أحد. يعني نعم، إذن دعنا نشرك معنا في حوارنا هذا زميل الإعلامي بشير الحارثي عبر الهاتف أيضا. مساء الخير أستاذ بشير. مساء النور عليك يا أستاذة آسيا وعلى الأستاذ فهد وكل مشاهدين قناة بلقيس الفضائية. نعم، إذن تنضم معنا بشير وتنورنا عبر سكايب، أهلا بك من جديد، اشتقت لك الشاشة بالتأكيد يا بشير، شاشة بلقيس. إذن بشير، بداية كيف تعلق على هذه القرارات التي اتخذتها السعودية ضد الإخوة العاملين من الكوادر في السعودية؟ الحقيقة أستاذة آسيا والمتابع الكريم لما يدور الآن في المملكة العربية السعودية من إجراءات تعسفية ويعني من قبل المملكة العربية السعودية ضد المغتربين اليمنيين هي كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ماذا تريد المملكة العربية السعودية من اليمنيين؟ هل تريد السؤال يعني يضع تحته أكثر من علامة استفهام وأكثر من خط عريض؟ ماذا تريد المملكة العربية السعودية من اليمنيين الذين يؤيدون الشرعية والذين يقفون مع التحالف العربي ويؤيدون حربهم ضد ميليشيات الحوثي؟ هل يريدون من هذه الفئة الكبيرة والتي هي مساندة لهم أن تتحول إلى ميليشيات الحوثي؟ نحن لا نجد أي تفسير لهذه القرارات التعسفية، وبين قوسين الجنسية اليمنية دون الجنسيات الأخرى. لماذا اليمنيين بالذات؟ تعرفي أستاذة آسيا أن اليمنيين خاصة في المناطق الجنوبية هناك من يعيشون في هذه المحافظات وهذه المدن من عشرات السنين، الجيل الأول والجيل الثاني، ونحن الآن في الجيل الثالث، لا يعرفون اليمن ولا يمتلكون في اليمن حتى خيمة يعودون إليها، فضلا على أن اليمنيين في هذه المناطق أصبحت بينهم تداخل وأنساب وأصبحوا ربما أسرة واحدة مع السعوديين. الكثير من السعوديين متزوجين من اليمنيات، والكثير من اليمنيين متزوجين من السعوديات. إذن إلى أين يراد بهؤلاء اليمنيين أن يذهبوا؟ إلى المجهول؟ هل تريد المملكة العربية السعودية أن تعيد هؤلاء اليمنيين لحمل السلاح مع ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وضد الشرعية اليمنية؟ نعم، هل تريد نعم في ظل غموض موقف السعودية وما الذي تريده فعلا من هذه القرارات، الجميع يتساءل أيضا أين هي الحكومة، أين رئيس الحكومة، أين مجلس النواب؟ لماذا يصمت الجميع عما تحدثه السعودية لأبناء جلدتهم؟ الحقيقة أن موقف الشرعية اليمنية موقف مخزي وموقف يعني ينتابه الكثير. لماذا هذا الصمت المريب؟ يعني الشرعية اليمنية الآن على مدار 7 سنوات وهي مقيمة في الرياض، الرئيس عبد ربه منصور هادي، الحكومة، رؤساء الأحزاب السياسية، أعضاء البرلمان اليمني، الجميع صامت. لماذا هذا الصمت؟ نحن لا نعرف لماذا هذا الصمت، لا يوجد إلا تفسير واحد فقط، أن هؤلاء الناس أصبحوا مرتهنين وأصبحوا مسيرين، ومن يدير البلد هو محمد آل جابر والمملكة العربية السعودية، ولم تعد للسيادة اليمنية أي وجود. إذا كانت هذه المملكة العربية السعودية تحترم هذه الشرعية وتعتقد بأنها جاءت لدعم الشرعية وإعادة اليمنيين إلى قبل الانقلاب وإنهاء هذا الانقلاب الحوثي الذي هو بالدرجة الأساسية مهدد للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وينفذ مشروع إيران من أجل القضاء على الجزيرة العربية والمجتمع اليمني وأبناء اليمن منذ 7 سنوات، وهم يسكبون في كل شبر من هذه الأراضي الدماء.
إذا كانت المملكة العربية السعودية تقول الآن خسرت عشرات المليارات من الريالات، فاليمنيون خسروا مئات الآلاف من خيرة شباب اليمن ومن خيرة رجال اليمن، ولا زالوا إلى اليوم يسكبون دماءهم على كل شبر من أجل الدفاع عن اليمن أولا، والدفاع عن المشروع العربي والهدف الذي يراد للجزيرة العربية أن تسلم على طبق من ذهب للمشروع الإيراني. إن صمت الشرعية أستاذة آسيا، إن صمت الشرعية أستاذة آسيا يؤكد حقيقة واحدة، أن هؤلاء أصبحوا مسلوبي القرار وأصبحوا مرتهنين، وأصبحوا للأسف الشديد لا يوجد لهم أي تأثير ولا يوجد لكلامهم أي اعتبار لدى السلطات السعودية. نعم، ابقى معنا بشير، أعود إليك بعد أن أسأل أستاذ فهد. أستاذ فهد، لنتحدث قليلا بنوع من العملية. الآن من في السعودية صعب أن يتحدثوا عن هذه الإجراءات لبقية من طالتهم هذه القرارات، وخاصة ونحن نسمع مرارا دعونا نعيش، لا تضرروا علينا، لا تسببوا علينا أكثر. الحكومة لا يهمها شيء ولا تتخذ أي إجراء. ما هو دور النشطاء الإعلاميين في الخارج، الجاليات اليمنية في كل الدول لمساندة هؤلاء اليمنيين في الداخل والضغط على السعودية؟ نعلم الآن أن حملت في تويتر قادرة على أن تغير مسار الدول. صحيح، من الأشياء الخاطئة الذي يعتقدون أنه الصمت، أن الصمت حكمة في التعامل مع السعودية، وهذا تصرف خاطئ. العكس والصحيح، السعودية تخاف من الشوشرة وتخاف من أن يتحرك في الداخل. المجتمع صعب أن يتحرك. أنا صحيح، أنا أتكلم عن الداخل، لكن حتى الداخل لا ينبغي أن يصمتوا، لأنه يدفع في كل الأحوال. يعني أقل حاجة أن ترفع بمظلمتك. يعني هنالك الآن منظمات تريد أن تقف بجوارك، لكن إذا ما تحركت أنت لن يقف معك أحد. نحن الآن نساند. أنا قلت لك الآن خلال هذه الأسبوعين تعرضت لحملات من السباب والشتائم، لكن كنت أعرف أن النتيجة لابد أن نقف مع هؤلاء، وأن هؤلاء الدباب الإلكتروني مهما كان، وفعلا يعني كثير من الناس تفهموا بعد ذلك. لكن أقول اللي داخل لا ينبغي أن يصمتوا، واللي بالخارج ينبغي أن يتعاونوا الجميع حول هذه كارثة تهدد بلدنا بالمقام الأول. هذه كارثة ستصب في صالح الحوثيين 100%. هؤلاء الناس عندما يخسر، الذي يخسر يعني يخسر كل شيء ويصل إلى البلد، يصل بطريقة ناقمة. من سيستفيد؟ الحوثي الآن يدخلوا على صفحتي وجميع الصفحات ويكتب محمد علي الحوثي، ويكتب كل القيادة أهلا بكم، اليمن ترحب بكم، واليمن الحوثي الذي لم يعد يجد إلا الأطفال يجندهم في الجبهات، سيجند كل هؤلاء. الحوثي لا رواتب، أغلق كل الأموال ولم يفتح إلا بابا للرواتب المنتظمة وهي باب الجبهات. الناس ما بتموتش، أكيد أنهم بيأخذوا ولا يقاتلوا. يعني الناس، كثير من يعني الناس، طالما أنا ميت ميت في كل حالات على في كل أيوة يعني أكيد أكيد. يعني الآن عندما يغلق الحوثي جميع الرواتب، ما فيش ولا أي مؤسسة تستلم إلا باب الجبهات التي تستلم بنهاية كل شهر رواتب، ويصل لهم معونات لداخل البيوت لهم ولأسرهم. يضطر الناس يقول لك أنا في كل الأحوال أموت داخل ولا أروح الجبهات. السعودية الآن عندما ترحل 2 مليون، هي ستدعم الحوثي أقل حاجة بمئة ألف مقاتل. 100,000 مقاتل سيصلوا لداخل الجيزان. إذا كان الآن يعني 4,000، أكثر من 5,000 يعني رأس يمني قتلوا على حدود السعودية وهم يدافعوا عن السعودية. يعني في كل الأحوال اليمن ماذا كان، ماذا تستفيد إيران؟ يعني ماذا كانت تستفيد من اليمن؟ إيران أصلاً وجهها ليس على اليمن، وجهها على السعودية. كانت تستطيع أن تجيء لليمن، أن يقول لها اليمنيين الطريق من هنا، وكانت تتصل للسعودية. اليمنيين قالوا لا، عاصفة حزم، ونحن لا يمكن أن نسمح للفرس أن يمر عبر المقدر إلى السعودية، ودفعوا دماء وأكثر من 100,000 قتيل داخل اليمن، ويحاربون بكل ما يأتي من قوة، وتأتي إلى منتصف الطريق تطعنهم في الظهر. يعني ما هي هذه المعركة التي خاضتها السعودية في اليمن؟ ما هي المعركة التي وصلت إليها؟ تفشل ثم بعد ذلك تحملني كل المسؤولية وتفشل في وسط الطريق؟ يعني يا أخي، حتى على مستوى التعامل مع اليمنيين الذين هناك، يعني لدينا أهل هناك يتحدثون، يتعامل مع اليمني على أنه حوثي، يعني وكيل له السباب والشتائم، أنتم الحوثيين. طبعاً طبعاً حتى الآن، شوف الآن الذباب الإلكتروني داخل السعودية الآن، بعض التسجيلات اللي تنزل الآن يتكلموا بهذه اللغة، ويتكلموا بهذه الطريقة، وطريقة لا تليق بمسلم، لا تليق بأخلاق عربي، لا تليق بأخلاق جار، لا تليق بأخلاق، يعني يدفعك دفع إلى أن تكون في الطرف الآخر. يعني أنا في صفحتي في تويتر يمكن يعود لها إلى المشاهدين، يعني في تعليقات أشياء ما تستغرب، ومن معرفات، حتى يعني من معرفات واضحة. معروفة. نعم. أعود إلى سؤالك يا أستاذة، ينبغي أن تتحرك المنظمات. أنا أطالب من هذا المكان، أطالب المبعوث الأممي إلى اليمن أن يتحرك في هذا الجانب، لأنه سيكون هنالك مأساة إنسانية مضاعفة في اليمن. أطالب كذلك يعني المبعوث الأمريكي إلى اليمن أن يتحرك في هذا الجانب، لأنه سيكون هنالك مأساة إنسانية وستتفجر الحرب وستتوسع بطريقة أكثر. يعني كذلك نطالب المنظمات المحلية اليمنية أن تتحرك، يعني أن 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 أن, أن يبذلوا كل الطرق والوسائل من أجل توثيق هذه الجرائم، ومن أجل الوقوف مع إخوانهم، ومن أجل الوثوق مع بلدهم، وألا تمر هذه الجريمة وهذه الكارثة. نحن نريد
السعودية أنتفي بوعدها في أن تستعيد الشرعية، أن تطرد الحكومة من داخل البلد وأن تعيدها إلى اليمن وأن تعيد لنا بلدنا كما وعدت قبل أن تدمر كما دمرته الآن، وسنستقبل اليمنيين وسيعودون إلى بلدهم يبنوه ويحافظوا على أمن واستقرار بلدهم. إذن بشير، ما رأيك أنت؟ يعني ما هو الدور من يعيشون خارج السعودية وقادرين على إيصال صوت هؤلاء المنكوبين بهذه القرارات؟ الحقيقة أن من هم خارج المملكة العربية السعودية سواء من الناشطين أو الإعلاميين أو حتى السياسيين الذين باتوا خارج المملكة العربية السعودية وباتوا متحررين من أي قيود تفرض عليهم أن يتحركوا بصورة جادة للضغط على الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية. نحن أستاذة آسيا تابعنا لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي بنائب وزير الدفاع خالد سلمان، وتابعنا أيضا لقاء وزير الخارجية مع وزير الخارجية السعودي، وتابعنا أكثر الكثير من اللقاءات ما بين الشرعية وبين الجانب السعودي، لكن كل هذه اللقاءات لا تخرج بأي إجراءات عملية تنقذ الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المغترب اليمني. أنا لا أجد أي تفسير لكل هذه التحركات اليمنية التي لا تجد أي صدى من الجانب السعودي ولا يعار لها أي اعتبار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أشكر قناة بلقيس على أنها مهتمة بملف المغتربين، وكل قناة تحرص على إيصال صوت هؤلاء المغتربين. من هم متواجدين في السعودية هم مغلوبون على أمرهم ولا يستطيعون الحديث ولا التكلم، وهناك عشرات المظالم الذين تلقوها في هذا البلد. نعم، دعني بشير، يعني نكون اكثر، اخذت حقوقهم ورحلوا الى المجهول. نعم، لنكون اكثر عمليه بشير، ما هي يعني لنقل خطوه خطوتين يمكن القيام بها خلال هذه الفتره، خاصه من هم ناشطين في تويتر ولديهم حسابات فعاله، في تفعيل القضيه وايصالها للراي الدولي العام؟ ما يكتب الآن وما يدار الآن من نقاشات سواء عبر الإعلام الجديد في السوشيال ميديا وفي القنوات اليمنية وأيضا القنوات العالمية ووكالة الأخبار العالمية عن قضية المغتربين اليمنيين، هي بالتأكيد حركت المياه الراكدة وسلطت الضوء على هذه الإشكالية الكبيرة التي تريد المملكة العربية السعودية أن ترحل مئات الآلاف من اليمنيين إلى الداخل. هؤلاء الذين يعولون أكثر من 5 إلى 6 ملايين في الداخل يعتمدون بصورة مباشرة على عمل هؤلاء المغتربين. إذا نحن أمام عمل يجب علينا كيمنيين وكناشطين وكحقوقيين وكسياسيين ورؤساء أحزاب وأيضا برلمانيين ومن كانوا في السلطة ومن لا زالوا في السلطة، أن يتحركوا بصورة جادة إعلاميا بعلاقاتهم بصوتهم بالتحدث بالتخاطب مع المملكة العربية السعودية، أن تقف الشرعية بصورة ندية مع المملكة العربية السعودية، لا أن تتسول البقاء على المغتربين ولا أن تترجاهم. نحن والمملكة العربية السعودية في مركب واحد وفي خندق واحد، والمملكة العربية السعودية تقود الآن حرب منذ 7 سنوات في اليمن. إذن يجب على الشرعية أن تتقف مع الجانب السعودي بندية وتقف بصورة جادة حول ملف المغتربين وجميع الملفات الأخرى. نحن كيمنيين ندافع ونقاتل على المشروع العربي، واليمنيون من 7 سنوات يقدمون أرواحهم ودماءهم في كل شبر من أجل اليمن. إذا كانت المملكة العربية السعودية صادقة في حربها مع اليمن ودعم اليمنيين، فملف المغتربين هو الأولوية القصوى. نحن الآن في انهيار اقتصادي تام في اليمن. لا. اليوم الدولار يساوي 1000 ريال يمني ولا زال في الانهيار متواصل. إذن يجب علينا جميعا أن نتخاطب مع السعودية بصورة حقيقية وندية ونقف على الملفات دون التسول ودون التسول المنا من السعوديين أو غيرهم. نعم بشير، تتوقع يعني بكل هذه الضغوطات التي يمكن أن تحدث أن تتراجع السعودية عن قرارها أم سيمرر كغيره من القرارات؟ لا شك أن الخطاب الإعلامي وأيضا الحملات الإعلامية التي تصال، أصبح الإعلام الآن هو الصوت الذي ربما بقى لليمنيين في مواجهة كل الانتهاكات ومواجهة كل الممارسات التي يتلقونها سواء من المغتربين أو غير المغتربين. لا شك أن لهذه الحملات الإعلامية دور كبير جدا، وأنا أحيي كل صوت وكل قلم حر يتحدث ويناصر أخواننا المغتربين. هؤلاء الناس عاشوا عشرات السنين. نحن هنا في أوروبا، يذهب اليمني أو العربي أو من أي بلد يقصد هذه الدول الأوروبية خلال 5 سنوات يعطى حق التعليم حق الصحة، يستقبل أحسن استقبال، يصرف عليهم، وبعد 5 سنوات يصير مواطن ويملك جواز هذه الدولة. نعم. وله حق الانتخاب. ونحن اليمنيين عشرات السنين، يعني بعضهم يصل إلى 50 سنة ولم يعترف به ولا يستطيع حق يعني أن يأخذ حق التملك على الأقل. شكرا جزيلا لك
بشير الحارثي الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب. عودة إليك أستاذ فهد، برأيك هل يمكن أن تستجيب السعودية لهذه الضغوط ويعني تعود بالإجراءات إلى سابق عهدها، أم يعني ربما تزداد هذه القرارات؟ نعم، هذا قرار مجنون، هذا قرار كارثي، هذا قرار يهدد السعودية قبل أن يهدد اليمن. هذا القرار ينبغي أن يتم التراجع عنه بأسرع وقت ممكن، لكن أريد أن أقول كلمة على اليمنيين المتواجدين داخل السعودية أن لا يصمتوا، على الأقل أن يتواصلوا مع منظمات. أنا اليوم كنت على تواصل مع رئيس منظمات سام للحقوق والحريات، وقال أنه فتح تواصل مع منظمات العمل الدولية ومع عدد من المنظمات ومع الأمم المتحدة ومع يعني عدد من المنظمات الدولية، وهو سيصدر تقرير خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن لا زال حتى الآن يريد أن يوثق كثير من هذه الوقائع حتى يكون يعني يستند على وقائع. ولذلك نحن يعني انا ادعو جميع اليمنيين المتواجدين داخل هذه البلد، يعني انت لا تخالف قوانين البلد، لكن لا تسمح لاحد ان يصادر حقوقك. يعني من حقك ان تكتب مظلمتك كما هي وترسل بها لاي منظمه ستدافع عنك. انا الان لم اقف ضد هذه الدوله، انا لم اعترض عليها، لم اعترض على قوانينها، لكن لا يمكن ان اسمح لاي احد ان يصادر حقوقي. هذا ابسط حق من حقوقك، ان تسجل هذه الواقعه، الا تذهب للفراغ، الا تسمح لاحد ان تذهب مثل هذه يعني الاموال، او ان تصادر حقوقك وتعود الى بلدك وتخسر انت وأهلك وكل جيرانك وبلدك. يعني الآن الضغط ينبغي أن يتحرك، الآن ينبغي أن يتحرك اليمنيين حول العالم عندما تصمت. أنا كتبت في صفحتي إذا كانت قد تحركت الحكومة الشرعية أو عندما تتحرك سوف أتوقف، أنا سوف أتوقف، أنا الحكومة هذه ستمثلني في كل الأحوال، والسعودية يعني ستعرف كارثية هذا القرار. لكن عندما تصمت الحكومة ويصمت الناس واللي في داخل السعودية لا يستطيعون أن يتكلموا ويطالبنا أن نسكت، لا، أنا أطالب كل يمني حول العالم من أي اتجاه كان ومن أي فريق كان أن يتحدث، لأنه نحن أمام كارثة تهدد الجميع، تهددنا كمنيين، تهدد بلدنا، تهدد السعودية، تهدد هذه البلدين بكارثة مروعة. يعني كارثة، يعني كان المفترض أن تخرج السعودية، كنا ننتظر أن تخرج السعودية في مثل هذا التوقيت وتقدم لليمنيين يعني تقدم لهم شيء أمام هذه الأزمة التي نعاني منها، يعني تقدم لهم بسبب يعني هذه المعاناة امتيازات، لكن امتيازات نعم، تنازلات شيء بسيط من أجل أن يعيشوا ويواصلوا، الصبر والصمود والتحمل نعم، من أجل، لكن أن نفاجأ بمثل هذا القرار المجنون أو بمثل هذا القرار الكارثي، يعني الصمت هنا يصبح خيانة. الكاتب والصحفي فهد سلطان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة وأوصلنا صوت هؤلاء المغتربين الذين يعانون بصمت. نحن معكم ولن نتخلى عنكم. شكرا مرة أخرى، إلى اللقاء في حلقة جديدة من المساء اليمني.